الآن سؤال: هل أكل السمك يحرم في صيام السيدة العذراء؟ على حسب الندر بتاعك، عاديا ممكن تأكل السمك ما عدا يوم الأربعاء ويوم الجمعة، لكن إذا كنت نادر أنك أنت ما تأكلش يبقى ما تأكلش سمك. في ناس بيصوموا بمية وملح، كل واحد هو وندره. واحد بيقول: هل الملاك موجود في كل مكان؟ لأن طبيعة الملاك روح، والروح لا تحد بمكان. كلمة الروح لا تحد بمكان ده كلام غلط. لا يوجد غير محدود إلا الله وحده. لا يوجد غير محدود إلا الله وحده. فالملائكة أيضا محدودون، والملاك محدود بالمكان. صحيح ان الملاك بطبيعته ممكن ينتقل من السماء الى الارض في لمح البصر، لكن مش معناه ان هو موجود في كل مكان. الملاك يحده المكان زي اي مخلوق. سؤال: هل يحل للمطلق بسبب الزنا أن يتزوج مرة أخرى؟ الزاني لا يحق له، لكن العنصر البريء هو اللي يحق له الزواج. واحد بيقول: ذهبت عدة مرات إلى كنيسة أنجيلية وقال عنوانها ولاقوني بترحيب كثير وواسع صدر، وطلبوا مني ان انضم اليهم، وكل ما اقول ينفس. على سبيل المثال العمل، الحياة الهادئة، فماذا افعل؟ انا في حيرة. يعني انت عايز تغير مذهبك عشان الناس دول يساعدوك؟ لازم العقيدة بتاعتك يكون لها قيمة في حياتك، لأنك لو رحت هناك ومفيش تناول ومفيش أسرار كنسية ومفيش قداسات ومفيش أجبية ومفيش صوم، هتعيش إزاي هناك؟ واحدة بتقول: والدتي مريضة بالسكر فهل تصوم؟ الصوم مفيد جدا لوالدتك. تاكل خضروات وتبعد عن المواد النشوية والسكرية والدهنية. ومن جهة المواد الدهنية، لما تاخد من الزيوت اللي زي زيت الذرة وزيت الزيتون مش هيجرى لها حاجة كويسة. هي بس تبعد عن البقلاوة والبسبوسة والحاجات اللي زي دي. واحد بيقول: هل يجوز زواج الشاب المصري القبطي من فتاة إسرائيلية يهودية؟ نحن لا نقبل زواج إلا من اثنين يكونوا مسيحيين وأرثوذكس. يكونوا مسيحيين وإيه؟
وارثوذكس. ولو انت اتجوزت واحده يهوديه تتجوزها باي زواج، الكنيسه مش هتجوزك واحده مختلفه عنك في الايمان. ولو اتجوزتها باي طريقه يبقى الله يرحمك بعد كده، ده ممكن لا انت تقدر تروح عندهم ولا هي تقدر تيجي هنا، وتبقى دايما بيتك مراقب وبلاك ليستد وحالتك حكايه. خليك يا ابني بعيد. واحد بيقول وجدت حافظه، محفظه يعني، بها بعض النقود وبعض الساعات، وجدتها في الطريق العام، فماذا افعل؟ توديها لاقرب مركز بوليس، وهم لما صاحبها يسال عنها يلاقيها في مركز البوليس. واحد بيقول عند القيامه السماء والارض تزولان، ونحن نقول ننتظر المجيء الثاني، فاين سيكون مع ان السماء والارض تزولان؟ في سفر الرؤيا بيقول ابصرت سماء جديده وارض جديده، لان السماء الاولى والارض الاولى قد مضت ولم تعود توجد بعد. صحيح السماء والارض دول بيزولوا زي ما قال السيد المسيح في متى اصحاح 5، السماء والارض تزولان وكلمه من كلامي لا تزول، حرف من الناموس لا يزول. فهيوجد سماء اخرى روحيه وارض اخرى. واحده بتقول انا فتاه احب لعب الكاراتيه، ولكن سيدنا الاسقف لا يعطي حل لي. بتحب لعب الكاراتيه وبتقول ولكن سيدنا الاسقف لا يعطي حل لي، ولكن انا لعبت لمده شهر والان اخاف اقول له ان لعبت، وكذلك اب اعترافي منعني، ماذا افعل؟ لازم كان كاراتيه غير ارثوذكسي. احسن صاحبة السؤال تبعت لي ورقة تانية تقول لي مين الاسقف اللي هي تابعة ليه واب الاعتراف، وانا اتفاهم معاها، وايه اللي هم بيشوفوه في الكاراتيه. هو الكاراتيه طبعا جايز يخش في العاب العنف، يعني واحد يخبط برجله ويخبط بايده وربما ما يليقش بالبنات، يعني اذا كان البنات من الجنس اللطيف فهو ده لعب ليس من اللعب اللطيف يعني. واحد بيقول انا بحاول اني اواظب على التناول على قدر استطاعتي، ولكن كاهن الكنيسة اللي هو اب اعترافي عند المناولة يضع محاذير للتناول، وهي ان يكون المتناول حاضر لقراءة الانجيل، ده على الاقل مش يجي في الاخر كده ويقول له ناول، ويكون محترس من الساعة 12 بالليل، ويكون صايم الاربع والجمعة، ويكون له اب اعتراف. يا ابني اب اعترافك ليه حق في كل الكلام اللي بيقوله ده، انت عايز تتناول لعبة كده؟ كل ما تكون واخد المناولة بجد ومحترس بجد وصايم بجد وتايب بجد تستفيد، لكن حاجة سهلة كده تخش المناولة وتخرج منها ولا كأنك هنا. بيقول بينما قد سمعت من إحدى الرهبان، مش إحدى، أحد، إحدى واحد ست، بينما قد سمعت من أحد الرهبان الكبار المعروفين
لا توجد أي محاذير تمنع من التناول والتقرب من الأسرار. يبقى الراهب الكبير ده مش فاهم بالظبط قوانين الكنيسة. الكلام اللي قاله لك أب اعترافك كلام مظبوط، وتقابل الراهب الكبير ده وتقول له فلان قال لي إن الكلام اللي قاله أب اعترافك كلام مظبوط، بيقول أي نصيحتين أتبع؟ تتبع نصيحة أب اعترافك. واحد بيقول على ما يقال ان الفردوس في السماء الثالث، مش على ما يقال، دي موجودة في كورنثوس الثانية الصحة 11. فأين يوجد مكان الجحيم؟ هل في أسفل الأرض؟ في أسفل السافلين، يعني تحت خالص خالص خالص. قال عليها الكتاب في الرسالة إلى أفسس في أقسام الأرض السفلى. واحد بيقول هل يحل الروح القدس على الطفل أثناء المعمودية؟ كيف يتم ذلك؟ يحل الروح القدس على الطفل في سر الميرون اللي هو بعد المعمودية. في المعمودية يحل الروح القدس على الماء لكي يحول الماء إلى ماء مقدس ممكن أن يولد الشخص منه من الماء والروح. بيقول اللي يولد من الماء والروح. لكن حلول الروح القدس بيكون في سر الميرون، يعني سر المسحة المقدسة التي وردت في يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 20 وآية 27. وزمان كان حلول الروح القدس بيأتي بوضع أيدي الرسل، وضع أيدي الرسل زي ما ورد في أعمال إصحاح 8 في حلول الروح القدس على أهل السامرة، وزي ما ورد في أعمال 19 في حلول الروح القدس على أهل أفسس. وكان زمان حلول الروح القدس سر والمعمودية سر آخر، يعني ما كانوش مع بعض في يوم واحد. دلوقتي احنا بنخليهم في يوم واحد مع بعض، بس حلول الروح القدس بيكون في سر الميرون. واحد بيقول ظهر في المكتبات العامة كتاب اسمه إنجيل برنابا، مكتوب عليه الإنجيل الصحيح لعيسى المسمى بالمسيح، ما حقيقة هذا الإنجيل وما موقف المسيحية من هذا الإنجيل؟ هذا الإنجيل هو كتاب مزيف كما كتب عنه الدكتور شفيق غربال في كتابه دائرة المعارف العربية الميسرة، وكتب عليه أنه كتاب مزيف كتب في القرن 14 أو 15 وفيه أخطاء تاريخية وجغرافية. الدكتور شفيق غربال كان أستاذنا في الجامعة من زمان، وكان رئيس قسم التاريخ زمان، وأيضا عباس محمود العقاد هاجم هذا الكتاب، ومحمد جبريل في الإسكندرية هاجمه، والمسلمون لا يؤمنون بإنجيل خاص ببرنابا إنما بإنجيل خاص بالمسيح ابن مريم. فهو كتاب مزيف، وأنا فاكر إن أنا درست هذا الكتاب وأظهرت خرافته في من سنة 70 يمكن. وأرجو أن أصدر لكم كتابا بعنوان خرافة إنجيل برنابا.